كشف سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن البدء بتهيئة الأراضي المخصصة للاستثمار في الاستزراع السمكي بمنطقة رأس حيان، حيث أن المرحلة الأولى يتم تهيئتها لاستيعاب 5 شركات استثمارية. وأوضح الوزير خلف خلال الجولة الميدانية التي قام بها للاطلاع عن كثب على العمل على مركز الحاضنات السمكية التي دشنت بداية الشهر الحالي لتحتضن 10 رواد أعمال، ولتكون منطلقا لبناء 10 مزارع سمكية بواسطة الأقفاص العائمة في شهر سبتمبر 2020، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على استراتيجية الوطنية لإنتاج 20% من الأسماك عبر برنامج الاستزراع البحري. كما وجه سعادته إلى الاستمرار في الزيادة التدريجية لإصبعيات الأسماك، وذلك لتلبية متطلبات السوق المحلي، وخصوصا مع زيادة وتيرة توجه القطاع الخاص لإنشاء المزارع باستخدام التقنيات الحديثة والاستفادة من البرامج الوطنية للتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية. وقال إن العمل على تنفيذ المخطط الاستراتيجي لتطوير الاستزراع السمكي مستمر في الوزارة، وذلك عبر بناء عدد من المزارع السمكية التي تعتمد على تقنية الإنتاج المكثف في القطاع الاستثمارية التي يتم توفيرها لشركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال الإنتاج السمكي، مؤكدا على أن هذه الزيارة جاءت للاطلاع على برامج تسوية الأراضي وتوفير البنى التحتية التي ستكون منطلقا لرفع الإنتاج الوطني من الأسماك، وذلك بأحجام تتراوح بين 3000 و6000 متر مربع في رأس حيان.